رحمه الله. اذا نقوم بتتمه الفقره الاخيره وهي دغنا المخصصه لي فاكتور سينيتيك، اذا العوامل الحركيه وبعض تطبيقاتها. اذا من هنايا مباشره هذا لي فاكتور سينيتيك الثالثيام اي ابليكاسيون ديال ابليكاسيون وتطبيقات وهذا التطبيقات ديال لي زابلي ديال لي فاكتور العوامل الحركيه. اذا العامل الحركي كيف كنقولوا العامل الحركي، نتحدث عن عامل يحرك يزيد او ينقص قلنا من حركيه التفاعل الكيميائي، من سرعه التفاعل الكيميائي. اذا ثالثيام باراغراف فاكتور سينيتيك عوامل حركيه. يعني ديفينيسيون قلنا اذا تعريف شكون هو العامل الحركي. اذا فاكتور سينيتيك شاك بارامتر موديفي la vitesse de transformation de la, en bref une coule مقدار قلنا ولا قلنا كل عامل يمكن ان يغير سرعه التحول الكيميائي لا ترانسفورماسيون لا فيتاس دو ترانسفورماسيون دي رياكسيون. إذا سرعة التحول للتفاعل الكيميائي. إذا عندنا إذا هذا 3-1 ديفينيسيون 3-2 عندنا العامل الحركي. إذا عندنا مجموعة ديال العوامل الحركية ولكن غنتمو فقط بجوج. إذا عندنا أولا قلنا لا تومبيغاتور، إذا شنو كدير لنا لا تومبيغاتور اذا درجة الحرارة. اذا قعدنا الى خدينا تجربة نسنا سالفا قعدنا تجربة اثنان وخدينا تيب اي سي قعدنا تيب اي سي وضعنا في اناءين احدهما ملو ب ماء بارد. اذا عندنا او خوا اي او شو ماء دافئ وماء بارد. إذا خدينا الإناء أين شنو كنلاحظو؟ كنلاحظو بأن إذا عندنا في الإناء إذا نفس لا كونتيتي يعني نفس ديك 50 مليلتر مثلا اللي خدينا مع 50 مليلتر بنفس ميم كونسونطراسيون ميم فوليم، مي تقعدنا أون إيميرج تقعدنا لي دو les deux types AIC, il y a le type AIC, type AIC, on ne peut pas dire. Dans le groupe, on a le goût de film le berry, sous ma film Sahin, ou ma le goût de la neuf, on ne peut pas dire, on ne peut pas dire, إذا نلاحظ أن في الماء قلنا الدافئ يظهر اللون البني أولا، ثم نتريث لحظات قلنا أو لا قلنا مدة زمنية طويلة لظهور قلنا اللون قلنا البني في الإناء المغمور أو الأنبوب المغمور في الماء البارد، بمعنى أن لا تومبيغاتور قلنا إذا درجة الحرارة تؤدي إلى الرفع من سرعة التحول. إذا plus la température est la température d'un transformateur est élevée plus قلنا la vitesse augmente. إذا ممكن نقولوها قلنا conclusion bien قلنا إذا ملاحظات إذا كنقولوا شفويا ولكن راه قلنا نشوفوا في قلنا تدريبيا في القسم
مي الكونكليزيون اللي يمكننا نستنتجو هو ان سي لا تمبيراتور اوغمونت alors la transformation il pleut si la température d'un T augmente alors la transformation ou bien la vitesse d'une réaction augmente. Et vice versa. والعكس بالعكس الا كان ديميني الوغ لا رياكسيون حتى هو ديميني اذا عندنا نفس الشيء قلنا اذا هذا فيما يخص نهضة الحرارة الى خدينا على البارامتر الثاني قلنا هو لا كونسونطراسيون انيسيال دي رياكتيف اذا عندنا التركيز الجبهي للمتفاعلات 3 2 3 3 la concentration initiale maintenant des réactifs il donne turquie le i des متفاعلات de نفس هنا غادي ناخذ نفس نفس التجربة دائما هنا ناخذ تيب اي سي دو تيب اي سي لان قلنا الاول فيه قلنا مثلا ميم كونسونطراسيون بور اش دو او دو قلنا لو اوكسيجيني مي ايون يودور اي قلنا دو كونسونطراسيون بار اكزومبل سي ايتيغال او بيان لا كونسونطراسيون دو ام 1 égale à 0,1 mol par litre. Mais dans la deuxième expérience, on prend par exemple 0,8 mol par litre et même concentration de H2O2. Alors لان كندير اسهم دوتنا ان الميلونج رياسيونيل لو ميلونج رياسيونيل دوتنا اي دوتنا كونتيان 0,1 مثلا هنايا بور لو اوكسيجيني باغ اكزومبل 0,1 مول سور ليتر لا ميم كونسونطراسيون مي دوتنا اللي هي دوتنا دو كونسونطراسيون دو ايون يودور ديفيرون. Alors, on observe dans le tube à essai numéro 2, le numéro 1, le numéro 2, on observe une couleur marron et apparente par rapport à le tube 1. Le tube 1 est en, on observe après quelques minutes, on observe le couleur marron. C'est-à-dire la concentration, si la concentration augmente, là, on conclure, ou bien conclusion, la concentration des réactifs, initiales, augmente. Donc, si la concentration des réactifs augmente, initiale augmente, alors la vitesse augmente. La vitesse de transformation augmente. Et vice versa. Ou l'axe ou bilaxe. Il a diminué, il a l'oxyde, alors tu as un autre. Donc, 3-4 applications pour la température. Donc, application.
يعني لابليكاسيون غادي نقولوا دوك شفويا. اذا بالنسبه للتطبيقات، اذا التطبيقات بالنسبه اذا عمليه اذا ايديال، اذا غادي نشوفوا قلنا براتيكمون لي زابليكاسيون براتيك. زابليكاسيون براتيك قلنا اذا خاصه كتبان لنا في لا تمبيراتور. لا تمبيراتور قلنا الا بغينا نحافظوا على واحد قلنا واحد لا ماتيير اليمونت قلنا اليمونت قلنا واحد الماده غذائيه بغينا نحافظوا عليها. اذا شنو كنديروا؟ كنديروها في واحد ريفريجوريك قلنا او بيان ريفريجيرون. لو ريفريجيرون قلنا اش كيدير؟ قلنا اذا كيخفض لي من درجه الحراره، بالتالي قلنا اذا دوك التفاعلات قلنا اذا التفاعلات اذا عندنا ديال المتعديات المجهريه قلنا اذا تنقص ولا تتباطئ قلنا، بالتالي هذا التباطؤ قلنا يجعل تلك الماده الغذائيه قلنا اذا تصبر ولا اذا مده زمنيه اطول، بالتالي كنأخروا ولا كنوقفوا التحول. اذا هذه قلنا من جهه. جهه اخرى قلنا الا بغينا نوغمونطيو قلنا اذا كنستعملوا قلنا في الحاله ديال كوكوت مينيت ديالنا قلنا لي بور كويج لي ماتيير قلنا اليمونتي قلنا اذا المواد الغذائيه بغينا نطيبوها ولا نطهيو طهي المواد الغذائيه، اذا نرفع درجه الحراره، بالتالي اذا الضغط الزائد يرفع درجه الحراره الغليان الماء الى تقريبا 120 درجه، مما قلنا يقلل مده الطهو. اذا درجه الحراره في هذه الحاله اذا تحققت هاد لا بروبورسيوناليتي. لا تمبيراتور اوغمونت الوغ قلنا لا ترانسفورماسيون ولا لا فيتاس اوغمونت. اذا هذا بالنسبه للابليكاسيون، اذا عندنا مجموعه ديال التطبيقات، اذا بينها هاد التطبيقات. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.